اسمي محمد حسن النوم. أجود أنواع اللحوم في اليمن هي لحوم تامة، المراوعة، بني حسن، القناوس، هذه أروع مناطق يعني في اليمن للحوم، سواء من الضان، التيوس، العجول. المناطق هذا تأكل أعشاب طبيعية، لا قمائم ولا أوساخ، تأكل طبيعي، يعني ما طلع بالأرض من زرع تأكل منه، يعني مرعاها نظيف. التيوس والكباش والعجول أنا عندنا في اليمن، يعني المرغوبة زيادة. الجمال عندنا لا توجد بالكميات اللي ولا لها طلب حتى عندنا هنا في اليمن، بس أسعارها مرتفعة لجودتها، لأني ما تلقاهاش بسهولة. في شهر رمضان شهر خير وشهر كريم، والناس كلها تحب تأكل اللحوم بشكل أكثر يعني من بقية الشهور الثانية، وفي طلب للحوم بشكل أزيد. نفس السعر هو نفس السعر في سواء في رمضان أو في غير رمضان. أحياناً ترتفع أسعار اللحوم في حالة أنه تصدر الدولة، بتصدر مواشي للبرة، عندك ذبح الأنافي، الاستهلاك الأنثى بشكل زيادة. هذه المهنة بتعتبر لي مهنة الشرف، أشتغل وأكل بعرق جبيني، أي عمل كان سواء مجزرة غير مجزرة أي شيء، أكل بعرق جبيني، حلال حلال، وأفتخر بهذا العمل.